وقوله عز وجل من يشاء فيه تقييد، فيفهم منه أنه جل وعلا يضل من يشاء. فإذا كانت الهداية لمن يشاء من خلقه فلزاما أن يكون بعض الخلق غير مهتد، بمعنى أن الله قد أضله. قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقال تعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، وقال تعالى قل إن الهدى هدى الله، وقال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وهدايته عز وجل لمن يشاء كما في هذه الآية هم الأقل، فيكون الضالون هم الأكثر. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى عن أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ففي هذه الآيات وغيرها مما لم تذكر هي دلالة على أن الهداية بيد الله عز وجل. فقوله تعالى وهو أعلم بالمهتدين يعني أعلم بمن يستحق هذه الهداية، بمن هو محل لهذه الهداية، ولكن لا يعني أن يبقى العبد دون أن يعمل احتجاجا بالقدر،